دكتور جاسم عن يقول كلمه عن يوسف ثنيان. انا حاضر هذه الرساله وصلت. هذا هلالي متعصب متعصب مسي عليه ابو شريف. شوف انا من حسن حظي اني لعبت مع فريق نادي الهلال بعز نجومه. صحيح. وهذه امانه كنت كل مكان اتكلم فيها اقول هالنقطه هذه. لان ما لعبت بس مع يوسف ثنيان. يوسف ثنيان لاعب مبدع ترى. صحيح. ويمكن انا كان يلعب كلها ضدنا ضد المنتخب الكويتي ولكن لما لعبت وياه مع فريق من اول مره دش وياي يعني بقول موضوع يعني فيه. تمرنت وياه كان تمرين بسيط فناداني جاسم قال لي ابيك بس تقطع قدام راح تلقى الكره قدامك. انا كنت قاعد اسولف وياه انا اقول بيني وبين نفسي مصدق هذا يعني كذي يعني شنو يعني شنو قطع يعني بالفعل قطعت بين الدفاعات والله الكره قدامي انا والجول. فكان يعني امانه لو تقول له روح ورا المدرج والعب كره انا ورا المدرج وهو داخل الملعب يعطيك الكره عند ريلك الله ما في روح تعال. فيو